هذا ويحوي مهرجان شواطئ البحرين برنامجا حافلا بالأنشطة والفعاليات المتنوعة تحتضنها شواطئ البحرين على مدار شهرين. مع أجواء الصيف الدافئة وروعة شط البحر، ينطلق في البحرين مهرجان الشواطئ، معلنا بدء موسم الصيف بفعاليات عائلية شبابية متميزة تستقبل الزوار في بلاد الجزائر ببرامج ممتعة وألعاب مسلية في مراسي البحرين وأجواء لافتة في الووتر جاردن. فزوار البحرين وأهلها على موعد مع الكثير من الرياضات والأنشطة المائية المبهجة. مهرجان بلاد الجزائر يمشي ضمن توجهات هيئة البحرين السياحة والمعارض ضمن استراتيجية 2022 إلى 26 اللي هو تسويق والشواطئ وإلى آخره. مثل ما تعرفين أن هذا المهرجان بيكون في بلاد الجزائر في يعني عدة أماكن عديدة، والأنشطة بتكون لمدة شهرين، بيستمر من الساعة 3 ورايح لليل. جيد أن هذا المنتج بيكون حق عشاق البحر وإلى آخره. كثير من عندنا يعني البحرين ما شاء الله كمملكة البحرين البحر يحيطها من كل هذه، فبالتالي هذا المنتج موجود حق لها. بالإضافة طبعاً الصيف وكذا، كذلك في أنشطة ثانية في داخل الأماكن المغلقة في المجمعات التجارية في إلى آخره. كثير من الأنشطة بتكون في أنشطة بحرية، فإن شاء الله واحد يشجع الهبس مواطنين وحتى زوارنا. هذا يعني يستهدف العوائل، يستهدف الشباب، ويخلق جو مميز في البلاد، خاصة الآن لأن مرحلة الصيف الشباب عندهم وقت وحابين أن يطلعون، فهالمهرجان بالضبط هو المطلوب. تجربة ثرية أسعدت زوار المهرجان ورسمت الابتسامة على محياهم، فهذه الفعاليات المتنوعة تم تصميمها خصيصا لتلبي طموحاتهم وتحقق ما هو أكثر من توقعاتهم بما تضمه من برامج ورياضات بحرية مسلية. صراحة مهرجان جميل جدا، يتزامن مع أيام العيد، واحنا جايين من الرياض تحديدا عشان المهرجان هذا، وشيء صراحه جبار وغير متوقع. يعني اشكر القائمين على المهرجان وكل المشاركين في المهرجان. المهرجان حلو، كل شيء تمام، ونحن بصراحه مستانسين والامور ماشيه والحمد لله. شفنا فعاليات وايد حلوه ومهرجانات وايد زينه يعني، وخصوصا بالعيد لو تيون وايد وناسه. شواطئ البحرين على موعد مع العديد من البرامج المسلية يعيشها محبو البحر على مدار شهرين، فهذا المهرجان الذي انطلق بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك ليأخذ له مكانة على خريطة الفعاليات الممتعة في هذه الأيام المباركة. أنشطة بحرية، رياضات مائية، فعاليات متنوعة وبرامج ترفيهية مسلية تنطلق في البحرين إذانا ببدء موسم الصيف، فعلى مدار شهرين يقدم مهرجان شواطئ البحرين التسلية والمرح والفرح لكافة أفراد العائلة، ليكون صيفنا بحري بامتياز. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.